1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة العراقية العليا لسنة 2005 قرارا وبالاتفاق. كل الذين انحرفوا. ثالثا الحكم على الميدان صدام حسين المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقاً لأحكام المادة 12 أولاً أو بدلالة المادة 15 أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استناداً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قراراً بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005. الله أكبر. رابعاً تنفذ العقوبة الشرط بحق المدانين استناداً بحق المدانين أحكام المادة 42 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1990 معدل قراراً قدورياً قابلاً للتمييز وفيما في تاريخ اليوم أخذوا يتراجع عن موقف ونفوكم حاشا لا تنفوكم متهم تركون القاعة صيحوا المتهم برزان إبراهيم المتهم برزان إبراهيم اسمع عاش البعث العظيم حزب القيم اسمع الحكم الصادر بحقك اسمع حتى تكون تفهم الحكم حتى تفهم شنو هالعياط لا تفضل قرار الحكم قررت المحكمة الحكم على المدان برزان إبراهيم الحسن بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكابه قتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا أليف وبدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 406 على واحد أليف من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. ثانيا الحكم على المدان برزان إبراهيم الحسن بالسجن لمدة 10 سنوات لارتكابه جريمة إبعاد السكان والنقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421 باء من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. رابعا الحكم على المدان برزان إبراهيم الحسن بالسجن 10 سنوات لارتكابه جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية
وفقا لأحكام المادة 12 أولا وبدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 4 لعدم توفر أركان جريمة الإخفاء القسري للأشخاص كجريمة ضد الإنسانية بحق المتهم، قررت المحكمة براءته من هذه التهمة استنادا للمادة 182 باء من قانون الأصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل قرارا حضوريا وبالاتفاق. ثانيا تنفذ العقوبة الأشد بحق المدان استنادا لأحكام المادة 124 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قرارا حضوريا وبالاتفاق أفهم بتاريخ 5/11/2006. بالنسبة أكو نقطة بالنسبة للمدعين بالحق المدني، يعني بالنسبة للمشتكين بالنسبة للوكلاء الحق المدني بإمكانكم مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكليكم من جرائم المرتكبة المشار إليها. صدر هذا القرار وأفهم علنا بتاريخ 5/11/2006 المصادف 13 شوال 1427 هجرية وبالاتفاق. كما لاحظت المحكمة بالنسبة لبعض المتهمين اللي ورد أسماءهم أثناء التحقيق وأثناء المحاكمة لتحريك الدعوة الجزائية وإشعار قاضي التحقيق للمحكمة الجنائية العراقية العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الواردة الاسم وهم 15 شخصا، وصدر القرار حضوريا بتأريخ اليوم وقابلا للتمييز وأفهم علنا. نعم. تم رفع الجلسة.